السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواني الكرام. أطلقت شركة نوكيا أحدث هواتفها وهو هاتف نوكيا 8. الهاتف جد رائع، غير أنه واحد من أحدث الهواتف على خلاف ما أطلقته نوكيا الفترة الأخيرة من هواتف متوسطة الأداء ضمن مجموعة هواتفها الأخيرة. ولكن هذا الهاتف الأخير تهدف به إلى المنافسة بشكل قوي والعودة مرة أخرى إلى سوق الهواتف الذكية. الهاتف أطلقت عليه اسم نوكيا 8، يأتي بأربع ألوان مختلفة. الهاتف به كاميرا أمامية وكاميرتين خلفيتين. الكاميرتين الخلفيتين واحدة منهم للتصوير الأبيض والأسود والأخرى للتصوير بالألوان. الكاميرا الأمامية تأتي بقوة 13 ميجا بيكسل. أضافت إليه خاصية جديدة كلية، الخاصية هي إمكانية التصوير بالكاميرا الأمامية والخلفية في وقت واحد ودمج الصورتين معا. يتواجد مراجعة قوية من موقع عالم التقنية، تجد الرابط الخاص بها مرفق أسفل الفيديو، يمكنك المطالعة به لمعرفة إمكانيات أكثر عن الهاتف. رابط الهاتف تجده موجودا أيضا في وصف الفيديو. تحياتي لكم.